قطع كافة أشكال العلاقات مع إيران كان أول مطلب لدول الحصار فيما عرف بقائمة المطالب 13 التي بررت حصار قطر قبل أكثر من عامين، ووضعته شرطاً أساسياً لرفع الحصار. واليوم تسعى الرياض إلى فتح قناة خلفية للحوار مع طهران بحسب ما كشف مسؤولون إيرانيون. فهل تبدلت المواقف أم أن إيران اليوم غير إيران الأمس؟ فقد كشف وزير الخارجية الإيراني عن رغبة سعودية للحوار مع إيران، وأكد أن طهران مستعدة للحوار بشرط أن لا يكون حل مشاكل المنطقة قائما على قتل الشعوب كما يجري في اليمن على حد تعبيره. وزير الخارجية الإيراني قال في تصريحات إعلامية في حال كانت السعودية تود التفاوض مع إيران لبحث القضايا الإقليمية على طاولة المفاوضات وتتوقف عن القتل، ستجد طهران معها بالتأكيد. إلى ذلك، كشفت وزارة النفط الإيرانية عن أن وزير النفط السعودي زار نظيره الإيراني في مقر إقامته بموسكو، وذلك على هامش مؤتمر للطاقة عقد في العاصمة الروسية موسكو مؤخرا، فيما لم يصدر تأكيد أو نفي من الجانب السعودي لحدوث هذا اللقاء. وأوضح الوزير الإيراني أن صداقة تربطه بالوزير السعودي منذ 22 عاما، وأن الخلافات الإيرانية السعودية لا تمنع حدوث لقاء كهذا، مشيرا إلى أن طهران لم تبدأ هذه الخلافات، بل إن أعداء المنطقة من الخارج يقومون بتغذية مثل هذه الصراعات والخلافات على حد تعبير الوزير الإيراني. كل تلك المواقف تؤشر إلى رغبة الأطراف في المنطقة إلى خفض التصعيد وميلها إلى الحوار كطريق أقصر لحل الأزمات في المنطقة، ولا سيما الأزمة مع إيران، الأمر الذي دعت إليه دولة قطر منذ اليوم الأول لتصاعد الخلافات الأمريكية الإيرانية إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي. دول أخرى في المنطقة كانت تدفع باتجاه تبني خيار الحرب ضد إيران على الرغم من تداعياته الوخيمة على المنطقة، فيما بقيت قطر على موقفها الثابت بضرورة حل جميع الخلافات من خلال الجلوس إلى طاولة الحوار والوصول إلى تفاهمات تجنب المنطقة شبح الأزمات والحروب.